بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص صوت يا شباب. احنا كده المحاضرة اللي فاتت عن اوراق المرافعات، وعرفنا ايه هي اوراق المرافعات، وقلنا ان اوراق المرافعات لها خصائص معينة، لها اوراق شكلية بمعنى انها يجب ان تتم في شكل معين، بمعنى انه يجب ان يتم وضع الورقة وفقا للشكل او النموذج القانوني الذي صدره المشرع. وقلنا ان الشكل ده ممكن ان يتم تكملته عن طريق ورقه اخرى. وقلنا ان ورقه المرافعات تتميز ايضا بانها ورقه رسميه، بمعنى ان يكون بتحريرها موظف رسمي، وبالتالي فان الطعن عليها يتم عن طريق الادعاء بالتزوير. وقلنا ان اوراق المرافعات اوراق متعدده ومتنوعه، منها ما يقوم بها القاضي زي اصدار الاحكام او الاوامر القضائيه، ومن الاوراق القضائيه ايضا ما يقوم بها الخصوم زي صحيفه الدعوه وصحيفه الطعن، واوراق قضائيه يقوم بها معاون القاضي زي تقرير الخبير او المترجم. والاوراق بتاعت المرافعات يجب ان تكتب باللغه العربيه باعتبار انها اللغه الرسميه للدوله. واتكلمنا عن المواعيد الاجرائيه وعرفنا الميعاد الاجرائي. ركز معايا، انا بحاول بقدر الامكان اعيد اللي خلطه المحاضره اللي فاتت. قلنا الميعاد الاجرائي هو فتره زمنيه يتقيد بها الاجراء القضائي. وانواع المواعيد الاجرائيه، في عندي ميعاد كامل وميعاد مرتد وميعاد ناقص. الميعاد الكامل قلنا فترة زمنية يجب أن تنقضي كاملة، ثم بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراء، وسمي هذا الميعاد بالميعاد الكامل لأن الفترة يجب أن تنتهي كاملة. وقلنا مثال عن الميعاد الكامل ميعاد الحضور. وميعاد الحضور قال المحكمة الجزئية كم يوم؟ 8 أيام. واتكلمنا عن الميعاد الناقص، فترة زمنية يجب أن يتم اتخاذ الإجراء خلالها زي ميعاد الطعن. ميعاد الطعن في الاستئناف كم يوم؟ 40 يوم، وسمي هذا الميعاد بالميعاد الناقص لأن الإجراء يجب أن يتم اتخاذه خلال الميعاد. وقلنا النوع الثالث الميعاد، الميعاد المرتد، هو فترة زمنية يجب أن يتم اتخاذ الإجراء قبل أن تبدأ، وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأن يتم حسابه بطريقة عكسية. الفترة الزمنية يجب أن يتم اتخاذ الإجراء قبل بداية الفترة الزمنية. مثال ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع 3 أيام. واتكلمنا عن قواعد حساب الميعاد الإجرائي. في عندك 3 قواعد. القاعدة الأولى، إذا كان الميعاد محدد بالأيام فلا يحسب منه اليوم الأول الذي تم فيه اتخاذ الإجراء. وإذا كان وتقول مثال مثلا ميعاد الحضور ده المحكمة الجزئية 8 أيام، وكان الإجراء اتخذ يوم 1 إبريل، فتبدأ حساب الميعاد من يوم إيه؟ 2 إبريل. أما إذا كان الميعاد محدد بالساعات زي ميعاد الحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة فهو 24 ساعة، فلا يحسب الساعة الأولى التي تم فيه اتخاذ الإجراء. ونفس الشيء أيضا بالنسبة للقاعدة الثانية، إذا كان الميعاد محدد بالشهور أو محدد بالسنوات، في كل الأحوال أو في كل هذه القواعد لا يتم حساب اليوم الأول أي تم فيه اتخاذ الإجراء، وفي جميع الأحوال يتم حساب المواعيد الإجرائية وفقا للتقويم الشمسي، يعني التقويم الميلادي وليس التقويم الهجري. واتكلمنا عن إمداد الميعاد الإجرائي إما بسبب المسافة أو بسبب العطلة الرسمية. والميعاد الإجرائي يمتد بسبب المسافة، إذا كانت المسافة 50 كيلو يعني يضاف إلى الميعاد الإجرائي ميعاد مسافة قدر يوم لكل مسافة قدرها 50 كيلو وما يزيد عن القصور يعتبر يوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ميعاد المسافة. تمام. بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل الجمهورية باستثناء المناطق النائية عن 4 أيام. أما الأشخاص المقيمين في المناطق النائية أو مناطق الحدود يضاف ميعاد مسافة قدره 15 يوم. وبالنسبة للأشخاص المقيمين في خارج الجمهورية يضاف ميعاد مسافة قدره 60 يوم يضافوا إلى الميعاد الأصلي أو الميعاد الإجرائي. واتكلمنا عن السبب الثاني لامتداد الميعاد الإجرائي، امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية. يعني لو اليوم الأخير في الميعاد صادف يوم عطلة فإن الميعاد الإجرائي يمتد لأول يوم عمل بعدها. يعني لو الميعاد زي ميعاد الحضور قال محكمة الجزئية 8 أيام واليوم الأخير اللي هو اليوم الثامن كان يوم جمعة، فإن الميعاد يمتد اليوم التالي له، ويجب أن يصادف يوم العطلة آخر يوم في الميعاد. أما إذا كان يوم العطلة ده جه في منتصف الميعاد فإن الميعاد الإجرائي لا يمتد. يبقى يشترط لكي يمتد الميعاد الإجرائي بسبب العطلة أن يأتي يوم العطلة في آخر يوم في الميعاد. تمام يا شباب؟ ثم انتقلنا بعد ذلك وتناولنا سؤال خاص بمرونة الميعاد الإجرائي. اللي فهم الشرح اللي أنا شرحته يعرف يعني إيه مرونة الميعاد. الميعاد الإجرائي مش ميعاد جامد بل إنه ميعاد مرن، بل ممكن أن يمتد الميعاد زي ما قلنا بسبب المسافة أو بسبب العطلة الرسمية، أو يمتد الميعاد بسبب المسافة أو بسبب العطلة الرسمية، أو يتم إنقاص الميعاد نتيجة توافر حال الضرورة، زي مثلا ميعاد الحضور قال محكمة المواد الجزئية 8 أيام يجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد يوم بعد يوم. ونفس الشيء أيضا بالنسبة لميعاد الحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة 24 ساعة فيجوز إنقاص الميعاد ساعة بعد ساعة. يبقى الميعاد الإجرائي جامد ولا مرن؟ مرن، لأنه ممكن أن يتعرض للامتداد بسبب العطلة الرسمية أو بسبب المسافة، وممكن أن يتعرض للانتقاص نتيجة توافر حال الضرورة. تمام يا شباب؟ وانتقلنا بعد ذلك إلى الإعلان القضائي. أخذتوا الإعلان القضائي كويس مع الدكتورة فاتن أكيد. أكيد أكيد. الإعلان القضائي هو إيه؟ هو الوسيلة الرسمية التي يعلم بها المدعي عليه بالدعوى المرفوعة عليه. يبقى الإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية أو الرئيسية التي من خلالها يعلم المدعي عليه بالدعوى المرفوعة عليه. أهمية الإعلان، من خلال الإعلان يعلم المدعي عليه بالدعوى المرفوعة عليه وبالتالي يحضر وبالتالي يتحقق مبدأ المواجهة. يبقى أهمية الإعلان القضائي، من خلاله يعلم المدعي عليه بأن هناك دعوى مرفوعة عليه وبالتالي فإنه يحضر وبالتالي يتحقق مبدأ المواجهة، لأن المدعي عليه ما بيعرفش إن كان في دعوى مرفوعة عليه إلا عن طريق إعلان. ده تعريف الإعلان وده أهمية الإعلان. الموظف الذي يقوم بالإعلان هو المحضر، يبقى ما ينفعش المحكمة تقوم بنفسها بالإعلان ولا القسم يقوم بنفسه بالإعلان، بل يجب عليه بعد إيداع صحيفة الدعوة قلم كتاب المحكمة أن يطلب المدعي أو المحكمة من المحضر أن تقوم بالإعلان. يبقى هل يجوز للمحضر الصوت ورا؟ يبقى هل يجوز للمحضر أن يقوم بالإعلان من تلقاء نفسه؟ خطأ. ليه؟ لأن المحضر لا يجوز له القيام بالإعلان إلا بناء على طلب من المحكمة أو طلب من الخصوم، كما لا يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بالإعلان متى طلب منه ذلك. ركز في النقط اللي بقولها عشان ما تضلش تدور في الكتاب. كما لا يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بالإعلان متى طلب منه ذلك إلا إذا تضمن الإعلان بيانات مخالفة للنظام والآداب العامة أو بيانات بها لبس أو غموض. يبقى لما يجي لك صح أو خطأ مع التعليل يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بالإعلان؟ العبارة إيه؟ صحيحة. هتقول الأصل العام أن المحضر يجب عليه أن يقوم بالإعلان متى طلب منه ذلك، ولكن استثناء من ذلك يجوز له أن يمتنع عن القيام بالإعلان إذا تضمن الإعلان بيانات مخالفة للنظام أو الآداب العامة
أو تضمن بيانات بها لبس أو غموض. الوقت المسموح به بالإعلان المحضر المشرع قيده بميعاد معين لإجراء الإعلان، فلا يجوز للمحضر أن يقوم بالإعلان قبل الساعة 7 صباحا ولا بعد الساعة 8 مساء ولا في أيام العطلات الرسمية. يبقى القاعدة العامة إن ما ينفعش المحضر يجي يعلن المدعى عليه الساعة 6 أو يجي يعلنه الساعة 9 أو يعلنه يوم جمعة. دي القاعدة العامة. بس القاعدة لها استثناء أيضا، يجوز فيها للمحضر أن يقوم بالإعلان حتى لو قبل الساعة 6-7 ولو حتى بعد الساعة 8 ولو حتى في أيام العطلات الرسمية، بشرط توافر حال الضرورة والحصول على إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. يبقى هل يجوز للمحضر أن يقوم بالإعلان يوم العطلة؟ العبارة صحيحة. هتقول بقى القانون الأصل العام أن المحضر لا يجوز له القيام بالإعلان قبل الساعة 7 ولا بعد الساعة 8 ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا أنه استثناء من ذلك يجوز أن يقوم بالإعلان إذا كانت هناك حالة ضرورة تستدعي ذلك، وأن يحصل على إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. أنتوا معايا يا شباب؟ ننتقل بعد ذلك إلى قواعد الإعلان. بالنسبة للإعلان هنفرق بين إعلان الشخص الطبيعي وإعلان الشخص الاعتباري. ركز معايا عشان خاطر لما دي ترجع للكتاب تبقى الأمور واضحة وسهلة بالنسبة لك، خاصة إن الجزئية دي مهمة جدا عندك في قضايا السكشن وبتيجي صح وخطأ في امتحان المرافعات، فركز عشان تفهم. إعلان الشخص الطبيعي، حدد المشرع في قانون المرافعات حالات وقواعد معينة لإعلان الشخص الطبيعي. الحالة الأولى والقاعدة الأولى إعلان الشخص الطبيعي لنفسه. في هذه الحالة فإن الإعلان يكون قد تم عند قيام المحضر بتسليم الإعلان للشخص المعلن إليه، ولا يشترط أن يتم التسليم في مكان معين طالما تم تسليم الإعلان لشخص، بل الممكن أن يتم تسليم الإعلان له في الطريق العام أو في أحد المقاهي. يبقى في حالة قيام المحضر بتسليم الإعلان للشخص الطبيعي بنفسه يكون الإعلان قد تم بمجرد تسليم الإعلان لشخص، مش شرط بقى أن المحضر لقى المعلن إليه في الموطن أو لقى في الشارع أو لقى في الطريق العام. يعني محضر راح يعلن المدعي عليه بصحيفة دعوة واحدة رفع على جزء قضية خلع، والمحضر رايح يعلن المدعي عليه بأن هناك دعوة خلع مرفوعة عليه وقابله في الشارع وسلموا الإعلان، هل الإعلان في هذه الحالة يكون صحيح؟ ليه؟ لأن الإعلان تم تسليمه لشخص. الحالة الثانية تسليم الإعلان للمعلن إليه في موطنه. إذا ذهب المحضر أو إذا انتقل المحضر إلى الموطن المدعي عليه ولم يجده، فيجوز له تسليم الإعلان إما لزوجته أو أقربه أو أصهاره بشرط أن يكونوا ساكنين معه. كما يجوز أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان لخادمه أو لوكيله دون اشتراط أن يكون ساكن معه. ركز في الكلام اللي بقوله. يبقى لو المحضر انتقل إلى موطن المدعي عليه ولقى المدعي عليه بيستلموا الإعلان. طب لو ما لقوش بيقوم بتسليم الإعلان لوكيله أو خادمه. طب هل يشترط أن يكون الوكيل الخادم مقيم معه؟ لا. أما في حالة قيام المحضر بتسليم الإعلان لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، يبقى مشترط أن يكون هؤلاء الأقارب مقيمين إيه معه. يعني لو المحضر انتقل إلى موطن المدعي عليه وسلم الإعلان لابن عم المدعي عليه اللي جاي له في زيارة عابرة، هل الإعلان يكون صحيح؟ ليه؟ لأنه مشترط في حالة تسليم الإعلان لأحد أقارب المدعي عليه أن يكون مقيم معه. خلي بالك الإجابات دايما في المرحلة بتبقى صغيرة ودقيقة. أما الحالة الثالثة تسليم الإعلان لجهة الإدارة. في حالة تعذر تسليم الإعلان لشخص المدعي عليه أو في موطنه
أيا كان السبب، ففي هذه الحالة يقوم المحضر بإثبات هذا التعذر ويقوم بتسليم الإعلان لمين؟ لجهة الإدارة اللي هو زي العمدة أو مأمور المركز أو شيخ البلد. يعني المحضر ذهب إلى موطن المدعى عليه وملقوش موجود وملقاش حد يصح تسليم الإعلان إليه، أو راح الموطن المدعى عليه ولقى المكان مغلق، أو راح ولقى المدعى عليه مرضيش يستلم، امتنع عن الاستلام أو امتنع عن التوقيع على الأصل بالاستلام. المحضر بيعمل في هذه الحالة بيثبت حالة ويتم تسليم الإعلان لجهة الإدارة زي إيه؟ زي العمدة أو شيخ البلد. تمام يا شباب ولا إيه؟ حالات تسليم الإعلان للنيابة العامة، أنا ماشي معاكم خطوة خطوة. المشرع في قانون المرافعات حدد حالتين بيتم فيها تسليم الإعلان للنيابة العامة. الحالة الأولى إذ لم يكن للمعلن إليه أي موطن معلوم سواء داخل مصر أو خارج مصر. يعني في حالة عدم وجود أي موطن معلوم للمدعى عليه في داخل مصر أو في خارج مصر، فإن المحضر يقوم بتسليم الإعلان للنيابة العامة، ولكن بشرط أن يتحقق المحضر بأن المدعي ذكر آخر موطن معلوم للمدعى عليه، وأن يثبت أنه قام بالتحريات الكافية لمعرفة موطن المدعى عليه ومع ذلك لم يتمكن من المعرفة. يبقى لكي يصح تسليم الإعلان للنيابة العامة، أول حالة أن يكون المعلن ليس له أي موطن معلوم، وأن يقوم المحضر بإثبات أن المدعي قام بالتحريات الكافية ولم يتمكن من العلم موطن المدعى عليه. ثالث شيء ألا يكون أن يذكر المحضر للمدعي أن يذكر المدعي آخر موطن معلوم للمدعى عليه. كل شيء توفرت ولم يتمكن المحضر من إعلان المدعى عليه فيقوم بتسليم الإعلان لمين؟ للنيابة العامة. الحالة الثانية إذا كان المعلن إليه له موطن معلوم في الخارج، في هذه الحالة المحضر بيسلم الإعلان للنيابة العامة، والنيابة العامة بدورها بتسلمه لوزارة الخارجية لتسليمه بالطرق الدبلوماسية لشخص المدعى عليه. انتوا معايا شغل تايهين؟ يبقى في حالة إذا كان المعلن إليه له موطن معلوم في الخارج، إيه اللي بيحصل؟ المحضر بيسلم الإعلان للنيابة العامة، والنيابة العامة بتسلمه لوزارة الخارجية، وزارة الخارجية بتسلمه للمدعى عليه بالطرق الدبلوماسية. كما يجوز للنيابة العامة أن تسلم الإعلان للقنصلية أو مقر البعثة الدبلوماسية مباشرة دون اللجوء لوزارة الخارجية بشرط وجود المعاملة بالمثل. يعني ممكن النيابة العامة يتم المحضر بيسلم الإعلان للنيابة العامة، والنيابة العامة من نفسها بتسلمه لمقر القنصلية بدون لجوء وزارة الخارجية، بشرط ان يكون الدولة اللي موجود فيها المدعى عليه في الخارج بتعمل نفس الشيء مع المواطنين المصريين. واضح يا شباب ولا اقول تاني؟ هقول تاني. تسليم الإعلان للنيابة العامة، يجوز للمحضر ان يقوم بتسليم الإعلان للنيابة العامة في حالتين. الحالة الأولى إذ لم يكن للمعلن إليه أي موطن معلوم سواء داخل مصر أو خارج مصر، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المعلن إليه له موطن معلوم في الخارج، وفي هذه الحالة يتم تسليم الإعلان للنيابة العامة، والنيابة العامة بتسلمها لوزارة الداخلية الخارجية، والخارجية بتسلمه لمقر البعثة الدبلوماسية لشخص المدعى عليه. ويجوز أن تقوم النيابة العامة بتسليمه الإعلان يعني للمقر البعثة الدبلوماسية مباشرة بشرط وجود المعاملة بالمثل. تمام يا شباب؟ طيب ايه او كيفية اعلان افراد القوات المسلحة؟ حد عارف؟ طيب ازاي بنعلن المسجونين؟ تمام، يبقى انتوا خدتوا كذا مع الدكتورة فاطمة بقى، مع الدكتورة فاتن عفوا. تمام، بالنسبة لأفراد القوات المسلحة بيتم تسليم الإعلان للنيابة العامة، والنيابة العامة بتسلمه للنيابة العسكرية أو الجهة القضائية للقوات المسلحة، ويطبق هذا الحكم على جميع من يعمل في خدمة القوات المسلحة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، سواء كان موظف مدني أو عسكري. يعني في موظفين مدنيين بيعملوا للقوات المسلحة، زي مثلا موظفين بيعملوا في جهاز الخدمة العامة والقوات المسلحة، ممكن سيدات أو إيه أو رجال. في هذه الحالة يجوز أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان
للنيابة العامة، والنيابة العامة بتسلمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة. هل ينفع النيابة العامة تسلم الإعلان لقائد المركز، قائد مركز تدريب مثلا؟ لا. طب هل يجوز أن يقوم تسليم الإعلان لقائد الوحدة؟ لا. يبقى الإعلان النيابة العامة بتسلمه لمين؟ للإدارة القضائية للقوات المسلحة. أما بالنسبة لإعلان المسجونين فيتم تسليم الإعلان لمين؟ لمأمور السجن، ويعتبر أن الإعلان قد تم من تاريخ تسليم الإعلان لمأمور السجن. وبالنسبة للبحارة أو من يعمل على ظهر سفينة تجارية فيتم تسليم الإعلان لمين؟ لربان السفينة. طب لو كانت السفينة ديت موجودة أو راسية في ميناء دولة أجنبية بنعلنه إزاي؟ يعني الشخص اللي هعلنه موجود على ظهر سفينة، والسفينة دي موجودة في دولة أجنبية راسية في ميناء دولة أجنبية، بعلنه إزاي؟ الجزئية دي شغل عندكم في الكتاب عارف؟ يعني انت قربت شوية. بصوا يا شباب، اللي عاوز يضيف الجزئية دي عشان مهمة، عشان مش موجودة عندكم في الكتاب. بالنسبة لإعلان من يعمل على ظهر سفينة راسية في ميناء دولة أجنبية بيطبق عليها قواعد إعلان الشخص الذي له موطن معلوم في الخارج. يبقى هسمع إعلان لمين؟ النيابة العامة، والنيابة العامة بتسلم وزارة الخارجية زي ما زمانكم قال، وزارة الخارجية بتوصله الطرق الدبلوماسية لمين؟ الشخص المدعي عليه. الجزئية دي مش موجودة في الكتاب، اللي عاوز يضيفها. احنا كده اتكلمنا عن كيفية إعلان الشخص الطبيعي. ازاي بعلن الشخص الاعتباري؟ بالنسبة لكيفية إعلان الأشخاص الاعتبارية هنفرق بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة. ركز معايا عشان خاطر تلخص الكلمتين دول عندك. بالنسبة لإعلان الأشخاص الاعتبارية العامة هنفرق ايه أشخاص الاعتبارية العامة زي ايه مثلا؟ الأول الأشخاص الاعتبارية العامة زي الدولة وهيئات القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية. هنفرق بالنسبة لإعلان الأشخاص الاعتبارية العامة بين إعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام والأوراق القضائية الأخرى. بالنسبة لإعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام بيتم تسليم الإعلان لمين؟ لهيئة قضايا الدولة. أما بالنسبة لإعلان أوراق القضية الأخرى زي الإنذار بسلم الإعلان للممثل القانوني للقطاع العام أو ممثل القانوني للدولة زي الوزير بالنسبة للوزارة وزي المحافظ بالنسبة للمحافظة. يبقى بالنسبة لقواعد إعلان الشخص الاعتباري العام هنفرق بين قواعد بين إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام والأوراق القضية الأخرى. إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام بيتم تسليم الإعلان لإدارة قضايا الدولة أو لهيئة قضايا الدولة. أما بقية الأوراق زي الإنذار بيسلم الإعلان للممثل القانوني للشخص الاعتباري العام زي المحافظ أو الوزير. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة زي الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بيتم تسليم الإعلان للممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري. تمام يا شباب؟ إحنا كده خلصنا الإعلان، هننتقل بعد ذلك للجزاءات الإجرائية. يكفي إعلان واحد فقط ويوجه لكل منهما في موطنه إعلان خاص به. يعني الوقت المدعي عليه أكثر من شخص. يعني مثال لو الشخص اللي أنت تختصمه ده واحد اعتباري واحد شخص طبيعي، المحضر بيعلن الشخص الطبيعي وفقا لقواعده.
بس الإعلان بيتم في إيه؟ في الميعاد المحدد له من قبل المشرع. يعني المحضر بيذهب في يوم يعلن الشخص الطبيعي مع إنه مش عارف هتيجي إزاي، وبيذهب في يوم تاني يعلن الشخص الاعتباري. مش وارد إن الشخص بيرفع الدعوة على شخص طبيعي واعتباري. لا يرفع الدعوة على الشخص الطبيعي لإما على الشخص الاعتباري. طب لو الشخص الطبيعي بقى أكثر من شخص، في هذه الحالة الإعلان بيبقى واحد لهم كلهم. يعني الإعلان بيطلع بصيغة والإعلان ده بيتصور كذا صورة، والمحضر بياخد الصور ويوديها لكل موضع عليه في موطنه. واحد مقيم في القاهرة بيعلنه في القاهرة، والتاني بيعلنه في الجيزة، والتاني بيعلنه في الدقهلية، وهكذا. تمام ولا في سؤال تاني؟ ممكن، بس الحاجات دي كلها لسه في التدخل بقى والاقسام قدام. قول تاني كده. طب ما يا حبيبي، هو الشخص المسجون ده مش ممكن ترفع عليه دعوه مسجون؟ ممكن. يعني واحد مثلا متجوز ومراته عاوزه ترفع عليه قضيه طلاق، هتعلنه فين؟ لا لا، هو عامه اي اعلان او اعلان وراثه، واحد مسجون ووالده توفى وهيتم اعلانه عشان خاطر توزيع الميراث، بعينه فين؟ في السجن، عن طريق مامور السجن. تمام. قول. الإعلان الأمريكاني ده قانون دولي، ده قضايا ذات عنصر أجنبي. بالله عليك خلينا في المرافعات، ما لناش دعوة بقضايا ذات عنصر أجنبي. إيه الإعلان الأمريكاني ده؟ آه. لو مثلا أنت قصدك يعني لو واحد أجنبي رفع دعوة لواحد مصري هنا أصلا، ولا مش فاهم؟ امال ايه؟ انا مش فاهم. ممكن بعد المحاضره بتقول الموضوع ده. خلاص، ننتقل يا شباب بعد كده للجزاء الاجرائي. في عندي جزاءات اجرائيه متعدده ومتنوعه. خلاص صوت. في عندي جزاءات تتناول الخصومه كلها، في جزاءات تتناول جزء من الخصومة. في بالنسبة للجزاءات الإجرائية، في عند البطلان وسقوط الحق في اتخاذ الإجراء، في عند سقوط الخصومة، وفي عندي شط الخصومة ووقف الخصومة. احنا نتناول مع بعض أهم جزائين، البطلان والسقوط، ولكن ما يقصده هو سقوط الحق في اتخاذ الإجراء وليس سقوط الخصومة. سقوط الخصومة هناخده إن شاء الله مع بعض في عوارض الخصومة عشان خاطر ما شتتكوش المعلومات. يبقى هناخد مع بعض البطلان كجزاء إجرائي وسقوط الحق في اتخاذ الإجراء. في فرق بين سقوط الحق في اتخاذ الإجراء وسقوط الخصومة. في فرق بين الجزائين دول. إيه هو البطلان؟ هنعرف في نقط معينة. تعريف البطلان، حالات البطلان، أنواع البطلان، آثار البطلان، وسائل الحد من آثار البطلان. خمس نقط اللي يركز معي يفهمه كويس جدا. إيه هو البطلان؟ هو وصف قانوني يلحق بالعمل الإجرائي نتيجة مخالفة إحدى مقتضيات نموذجه القانوني يؤدي إلى عدم إنتاجه الآثار. وصف قانوني يلحق بالعمل الإجرائي نتيجة مخالفة إحدى مقتضيات نموذجه القانوني يؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء لآثاره. المشرع حدد لي نموذج معين وشكل معين للإجراء. إذا تمت مخالفة هذا الشكل أو هذا النموذج بيتم توقيع جزاء البطلان. تمام يا شباب؟ ده تعريف البطلان. حالات البطلان بقى، ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى الأخذ بأن المشرع هو من يحدد حالات البطلان. مين اللي قال كده؟
الفقه الفرنسي، كما ذهب إلى الأخذ بمعيار الضرر. من الأخذ بمعيار الضرر؟ الفقه الفرنسي. أما المشرع المصري فحدد ثلاث حالات للبطلان: إما أن يتم تقرير البطلان بنص صريح، أو تقرير البطلان عن طريق حكم من القاضي، أي بطلان عن طريق القاضي. ثالث شيء البطلان نتيجة عدم تحقق الغاية. يبقى المشرع المصري أخذ كم صورة من صور البطلان؟ ثلاثة: إما بنص صريح أو عن طريق القاضي وفقا ما تمتع به من سلطة تقديرية، أو عن طريق الأخذ بمعيار الغاية. وقد نص المشرع المصري في المادة 20 على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. يعني الإجراء تم اتخاذه بصورة مخالفة لنموذجه القانون، والمشرع قال لك هنا في بطلان، بس الغاية من الإجراء تحققت، فهل يطبق البطلان؟ لا. زي إيه مثلا؟ المشرع قال لك الإعلان يجب أن يتم بطريقة معينة، يعني المحضر بيقوم بإعلان المدعي عليه لشخص أو في موطنه، المحضر ذهب لموطن المدعي عليه وسلم الإعلان لشخص آخر، فالإعلان ده باطل ولا مش باطل؟ باطل. ليه؟ لأنه خالف نموذجه القانوني. وعلى الرغم من المشرع هنا نص إن الإعلان باطل، وإلا أن حضور المدعي عليه الجلسة الأولى يزيل إيه؟ البطلان. يبقى الغاية من الإجراء تحققت، وبالتالي لا يجوز توقيع جزاء البطلان. مفهومة ولا إيه؟ لو إيه بقى؟ طيب ماشي، لو المدعي راح، لا حضوره صح البطلان. لو المدعي عليه راح في اليوم المحدد للحضور، حضوره صح البطلان. إمتى المدعي عليه يتمسك بالبطلان؟ إنه ما يحضرش ويحضر بعد كده في الجلسة التالية ويتمسك بإيه؟ بالبطلان. أما حضوره صح الإيه؟ بطلان. تفهمين ولا إيه؟ هقول تاني الجزئية دي. إذا نص المشرع صراحة على البطلان ورغم من ذلك تحقق الغاية من الإجراء، فإن الغاية تزيل النص الصريح. يعني مثال على ذلك، إذا نص المشرع على تسليم الإعلان لمثلا لشخص معين زي قريبه، قريب المدعي عليه، ورغم ذلك قام المحضر تسليم الإعلان لشخص آخر، شخص بعيد مش قريب المدعي عليه، فإن هذه الحالة الإعلان يكون باطل. إلا أن الغرض من الإعلان هو غاية تحقيق غاية معينة. إيه الغاية المعينة؟ الحضور. طب لو حضر يبقى حضوره صح البطلان نتيجة تحقق الإيه؟ الغاية. مفهوم؟ دي حالات البطلان الحادة المشرع المصري: بطلان بنص صريح، بطلان عن طريق السلطة التقديرية للقاضي، بطلان بتحقق الغاية أو بعدم تحقق الغاية. ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البطلان إلى بطلان عام وبطلان خاص. ركز معايا كويس أو في البطلان العام وبطلان الخاص. البطلان العام، خلينا نبدأ بالبطلان الخاص الأول. البطلان الخاص هو البطلان المترتب على مخالفة قاعدة مقررة لحماية مصلحة خاصة. يبقى البطلان الخاص هو الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة قاعدة متعلقة بحماية مصلحة خاصة. أما البطلان العام هو الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة قاعدة متعلقة بحماية مصلحة عامة. كده لحد الآن واضح. طب إيه أهمية التفرقة بين البطلان العام والبطلان الخاص؟ البطلان الخاص يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة. البطلان الخاص لا يجوز أن يتمسك به الخصم الذي تسبب فيه. البطلان الخاص لا يجوز للنيابة العامة التمسك به. البطلان الخاص لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. البطلان الخاص يجب التمسك به عن طريق دفع إجرائي متعلق بالمصلحة الخاصة، يجب إبداؤه في ميعاد معين وفي ترتيب معين. ركز عشان خاطر النقط دي هتوقف على دراستك بقية الكتاب. يبقى البطلان الخاص يا شباب، أقول تاني، البطلان الخاص يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة. ما ينفعش شخص من الغير يأتي ويتمسك ببطلان خاص.
البطلان الخاص لا يجوز أن يتمسك به الخصم الذي تسبب فيه حتى لو كان صاحب مصلحة. البطلان الخاص لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. البطلان الخاص لا يجوز للنيابة العامة التمسك به، يعني النيابة العامة لو تدخلت في الدعوة ما ينفعش تتمسك ببطلان خاص. البطلان الخاص يجب التمسك به في ترتيب معين وفي ميعاد معين زي الدفع الإجرائي المتعلق بمصلحة الخاصة، وده هنقوله في التفصيل في الدفاع الإجرائي. أما باب بالنسبة للبطلان العام يجوز التمسك به من أي خط، يجوز التمسك به من في أي وقت حتى لو كان الخط المتمسك بالبطلان العام هو من تبدأ فيه، يجوز التمسك به دون مراعاة أي ترتيب، فيجوز التمسك به لأول مرة عند محكمة النص. يبقى الدفع بالبطلان الخاص يجوز التمسك به لأول مرة عند محكمة النقض؟ لا، العبارة خطأ، لأن الدفع بالبطلان الخاص المتعلق بمصلحة خاصة يجب التمسك به في ميعاد معين وفي ترتيب معين. أما الدفع بالبطلان العام فمتعلق بمصلحة عامة يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. تمام يا شباب؟ البطلان العام يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ده أهمية التفرقة بين البطلان العام والبطلان الخاص. ننتقل بعد ذلك للنقطة الرابعة، آثار البطلان. أول أثر زوال الخصومة واعتبارها كأن لم تكن. يعني لو صدر حكم ببطلان المطالبة فإن ذلك يؤدي إلى زوال الخصومة. يبقى أول أثر للبطلان زوال الخصومة واعتبارها كأن لم تكن. تاني نقطة أو تاني أثر من آثار البطلان، بطلان الإجراءات اللاحقة طالما كانت مبنية على الإجراء الباطل. يبقى أي إجراء باطل يتم اتخاذه بعد أي إجراء لاحق يتم اتخاذه بعد الحكم ببطلان الإجراء السابق فإن هذا الإجراء يكون إيه؟ باطل، بشرط إن الإجراء ده يكون مبني على الإجراء الإيه؟ الباطل. وفق القاعدة ما بني على باطل فهو إيه؟ باطل. قلت أنا شايف الجزئية دي. بالنسبة لأثار البطلان، أول أثر زوال الخصومة واعتبارها كأن لم تكن. تاني أثر بطلان الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل بشرط أن تكون هذه الإجراءات مبنية على الإجراء الباطل. أما الإجراءات السابقة فإنها تظل صحيحة طالما تم ممارستها بطريقة صحيحة، والإجراءات اللاحقة أيضا تظل صحيحة طالما منقطعة الصلة بالإجراء الإيه؟ الباطل. يبقى لما يجي لك صح أو خطأ مع التعليم جميع الإجراءات اللاحقة على الإجراء الباطل تكون باطلة، صح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. ليه؟ لأن الإجراءات اللاحقة على الإجراء الباطل تكون باطلة إذا كانت مبنية إيه؟ عليه. أما إذا كانت غير مبنية فإنها تكون صحيحة طالما مورست بطريقة صحيحة. تمام يا شباب؟ آخر نقطة عندي في البطلان، وسائل الحد من آثار البطلان. وسائل الحد من آثار البطلان. البطلان ده جزاء خطير، إزاي بحد منه بقى؟ يتم الحد من آثار البطلان إما عن طريق التصحيح أو التحول، أي تحول العمل الإجرائي إلى عمل إجرائي آخر، أو الانتقاص. ناخد نقطة نقطة كده. بالنسبة لتصحيح البطلان، نص قانون المرافعات على أنه يجوز إذا كان الإجراء باطل أن يتم تصحيحه عن طريق مثلا التكملة، بشرط أن يتم التصحيح في ميعاد معين، وإذا لم يكن هناك ميعاد معين فإن المحكمة هي التي تقوم بتقدير الميعاد القانوني الصحيح. تمام يا شباب؟ يبقى لو كان المشرع، يبقى المشرع أجاز تصحيح الإجراء الباطل بشرط أن يتم تصحيح في الميعاد المقرر قانونا، وإذا لم يكن
هناك ميعاد مقرر قانونا فإن المحكمة هي التي تقوم بتحديد ميعاد يتم التصحيح خلاله. يبقى دي وسيلة من وسائل إيه؟ الحد من آثار البطلان، وذلك عن طريق التصحيح. الوسيلة الثانية تحول العمل الإجراء الباطل. يعني إيه الوسيلة دي؟ هتقول نص المشرع في قانون المرافعات على أنه إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر عمل إجرائي آخر صحيح فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي قصده إيه؟ الخصم. يبقى لو العمل الإجراء اللي قدامي ده باطل ونعفي عناصر في العمل الإجراء دي عناصر صحيحة تجعل العمل ده يتحول إلى عمل إجرائي آخر، هل ينفع التحول هنا؟ ينفع. ليه؟ كوسيلة من وسائل الحد من آثار البطلان وتبسيط الإجراءات. يعني العمل الإجرائي اللي قدامي باطل وتوفرت فيه عناصر عمل إجرائي آخر والعمل ده صحيح فإن هذا العمل الإجرائي يتحول إلى الإجراء الإيه؟ الصحيح. أنتوا معايا ولا إيه؟ ولا تعبتوا؟ آخر والمشرع أخذ فكرة التحول من فكرة تحول التصرف القانوني الموجود في القانون المدني. آخر وسيلة للحد من آثار البطلان الانتقاص. بمعنى إيه الانتقاص؟ لو العمل الإجرائي صحيح في جزء منه وباطل في جزء آخر فإن الجزء الصحيح يظل صحيحاً والجزء الباطل يبطل، بشرط أن يكون العمل الإجرائي ده عمل مركب ومتكون من عدة أجزاء قابلة للتجزئة. هقول تاني الانتقاص. الصوت يا شباب. إذا كان العمل الإجرائي ركز باطل في جزء منه وصحيح في جزء آخر فإن الجزء الباطل هو الذي يبطل، أما الجزء الصحيح فيظل إيه؟ صحيح، بشرط إيه؟ أن يكون العمل الإجرائي قابل للتجزئة. فاهم يا شباب؟ يبقى لما يجي لك صح أو خطأ مع التعليم يجوز تصحيح أي عمل إجرائي باطل عن طريق الانتقاص، صح ولا خطأ؟ غلط. ليه؟ لأنه يشترط لكي يكون العمل الإجرائي يتم تصحيحه عن طريق الانتقاص أن يكون العمل الإجرائي قابل لإيه؟ للتجزئة. الإجابات في المرافعات تبقى صغيرة زي ما قلت لكم كده. احنا أخذنا تعريف البطلان وأخذنا حالات البطلان وأخذنا أنواع البطلان، عندي بطلان عام وبطلان خاص، وأخذنا آثار البطلان وأخذنا وسائل الحد من آثار البطلان. خلي بالك البطلان مهم جدا وهيجي منه نقطة في الامتحان. ننتقل بعد ذلك إلى الجزاء الإجرائي الآخر. إيه تعبت ولا إيه؟ طب هناخد السكوت بس، هو في هناخده بس إيه في معلومتين كده، ركز معايا عشان إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي جاية هنبدأ في محل الدعوة ألا وهي الطلبات عشان ما نتأخرش. الدكتور عايزك معتذر النهاردة على فكرة، انتوا عارفين ولا ايه؟ هو السكوت يا شباب، انا بتكلم عن سكوت الحق في اتخاذ الاجراء وليس سكوت الخصومة. سكوت الحق في اتخاذ الاجراء يكسب به انقضاء او فقدان حق الشخص في اتخاذ اجراء معين. السكوت هو ايه تاني؟ هو فقدان او انقضاء حق الشخص في اتخاذ اجراء معين نتيجة عدم مراعاة ما أقره المشرع. ما أقره المشرع معنى ذلك أن هناك أسباب معينة للسكوت. فإنك عرفت السكوت، أقول تاني، السكوت هو فقدان أو انقضاء حق الشخص في اتخاذ إجراء معين نتيجة عدم مراعاة ما قرره المشرع. في فرق بين سكوت الحق في اتخاذ الإجراء وسكوت الخصومة.
أسباب السقوط عندي قد تسقط، قد يسقط حق الشخص في اتخاذ الإجراء نتيجة عدم مراعاة الترتيب الذي وضعه المشرع لاتخاذ الإجراء، وقد يسقط حق الشخص أيضا نتيجة عدم مراعاة المواعيد الإجرائية، قد يسقط حق الشخص أيضا نتيجة عدم نتيجة تنازل الخصم عن حقه في اتخاذ إجراء معين، وتسقط الحق في اتخاذ الإجراء نتيجة استنفاذ سلطة القاضي. أسباب السقوط، أنا بتكلم عن أسباب سقوط الحق في اتخاذ الإجراء مختلفة عن أسباب سقوط الخصومة. ركزوا يا شباب عشان خاطر في طلبة كتير جدا بتقلب بين ده وده، تكتب له الشروط دي مكان دي وتكتب دي مكان دي فالطالب ياخد صفر. يبقى أسباب سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، أول سبب عدم مراعاة الترتيب الذي وضعه المشرع لاتخاذ الإجراء. المشرع وضع ترتيب معين لاتخاذ الإجراء، زي مثلاً التمسك بالدفع الشكلي المتعلق بالمصلحة الخاصة. المشرع اشترط أن يتم التمسك بهذا الدفع وفق ترتيب معين، فعدم مراعاة هذا الترتيب أو هذا الميعاد هذا الترتيب يؤدي إلى سقوط حق الشخص في التمسك بالدفع. يعني الدفع الشكلي ده المشرع اشترط يتم التمسك به قبل الكلام في الموضوع. لو اتكلم الخصم في الموضوع فإن ذلك يؤدي إلى إيه؟ سقوط حق الشخص في التمسك بالدفع. يبقى أول سبب لأسباب سقوط الحق في اتخاذ الإجراء هو إيه؟ عدم مراعاة الترتيب الذي وضعه المشرع لاتخاذ الإجراء. وتقول المثال لسه قايله ده. تاني شرط عدم مراعاة المواعيد الإجرائية. المشرع حدد ميعاد معين إجرائي لاتخاذ إجراء معين زي ميعاد الطعن، ميعاد الطعن بالاستئناف 40 يوم. لو فات هذا الميعاد فإن ذلك يؤدي لإيه؟ سقوط حق الشخص في الطعن. ثالث سبب من أسباب السقوط تنازل الخصم عن حقه في التمسك بالإجراء زي الدفع بالبطلان الخاص. الدفع بالبطلان الخاص ده متعلق بمصلحة خاصة من ممكن للشخص أن يتنازل عنه، فتنازله عنه يؤدي لإيه؟ سقوط حقه في اتخاذ الإجراء. آخر سبب من أسباب السقوط استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة للمسألة. لو تم عرض مسألة معينة على القاضي والقاضي أصدر فيه حكم، أصبحت هذه المسألة خارجة عن نطاق سلطة القاضي، أي أصبح القاضي مستنفذ سلطته بالنسبة له، وبالتالي فيسقط حق الشخص في التمسك بهذه المسألة مرة أخرى. تمام يا شباب؟ إيه الفرق بقى بين السقوط والبطلان؟ باختصار السقوط جزاء أخطر من البطلان. ليه؟ لأن السقوط يحول دون تجديد البطلان أو تصحيح السقوط يحول دون تجديد العمل الإجرائي أو تصحيح، أما البطلان لا يحول لا يمنع، من الممكن أن تصحيح البطلان أو إيه تجديده. أو تاني شاب ولا إيه؟ يبقى السقوط جزاء أشد وأخطر من البطلان. ليه؟ لأن السقوط يمنع من تجديد العمل الإجرائي ويمنع من تصحيح. ما ينفعش أن الشخص يسقط حقه في اتخاذ إجراء أجدده أو أصححه، أما البطلان لا يحول لا يمنع، من الممكن تجديد البطلان وممكن إيه تصحيح. تمام يا شباب؟ كما أن السقوط قد يترتب عليه أيضا البطلان، يبقى دي تاني سبب اللي جعل البطلان السقوط أشد من البطلان. ليه؟ لأن السقوط من الممكن أن يؤدي إلى توقيع جزاء البطلان. لو سقط حق الشخص في اتخاذ إجراء زي سقط حق الشخص في الطعن ومع ذلك راح وطعن، الطعن يبقى إيه؟ باطل. ليه؟ لأنه سقط حقه أصلا في اتخاذ الإجراء. المشرع وضع قواعد عامة للبطلان نص عليها المشرع في المادة 20، أما السقوط فإن المشرع لم يدع له قاعدة عامة. تمام يا شباب النقطة اللي بقولها دي؟ السقوط يجب على القاضي أن يحكم به بمجرد توفر شروطه، خاصة إذا كان السقوط ده متعلق بالنظام العام. أما البطلان يجب لكي يقوم القاضي بالحكم به أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة، خاصة إذا كان البطلان بطلان خاص. معايا يا شباب؟ يبقى أنا دلوقتي أخذت البطلان
واخذت السكوت، بس انا بتكلم عن صوت الحق في اتخاذ الاجراء، وفرقت بينهم. فاضل جزئيه صغيره خالص متعلقه بانعدام الاجراء. هي بترجعوا تاني لورا ولا ايه؟ انا بقول بتسلسل معين عشان تفهم. في جزاء يسمى بانعدام الاجراء، يعتبر الاجراء القضائي منعدما اذا فقد احد عناصره. وقلنا عناصر العمل الاجراء تمثل في ايه؟ في الاراده والمحل والسبب. بمعنى اذا اتخذ عمل اجرائي دون ان يكون للشخص اراده فيه، فان العمل الاجرائي يكون ايه؟ منعدم وليس باطل. يبقى في حاله عدم توافر عنصر من عناصر العمل الاجرائي، فان ذلك يؤدي الى تقويه الجزاء الايه؟ الانعدام. ايه تمام يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال؟ ما شكرا يا شباب. صلي ولا جوه.